وصلنا لمحطة يمكن مهمة لكثير من الأمهات ودائما موجودة بصباحاتنا. رح نحكي اليوم طبعا عن اهتمام معظم الأمهات تطور الطفل الجسماني والحركي، بحين أن الصحة النفسية للطفل كثير مهمة. للأسف تظن الكثير من الأمهات أنه الاضطرابات النفسية ممكن تقتصر على البالغين، لكن الإحصائيات الأخيرة أكدت أنه الاضطرابات النفسية عند الأطفال أكثر شيوعاً وبتصيب نسبة كبيرة منهم تحت سن المراهقة. شو هي الاضطرابات النفسية اللي ممكن أنه تصيب الطفل؟ شو الأسباب الرئيسية كمان لها؟ لهيك رح نحكي بالتفاصيل مع ضيفتنا بالاستوديو هنا أنيازي، أخصائية نفسية أسرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الفل، يعطيكم ألف عافية. سهل يسعد صباحك. موضوع اليوم يمكن موضوع كتير مهم وبهم الأهالي والأمهات تحديدا، اللي هن يمكن دائما بنقول إنه الأم هي المسؤولة بشكل أساسي. إذا في مشكلة أساسا صحية أو نفسية لازم الأم تنتبه ومن حملها المسؤولية. بالبداية خلينا نعرف، لما نقول مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي شو هو؟ طيب المعنى هو المصطلح يعني بيعبر عن خلل وظيفي بالشخصية منشأه نفسي. يعني نحن أحيانا بنكون ما لنا قدرانين نتوافق مع مجتمعنا، ما لنا قدرانين نحل مشاكلنا بطريقة صحيحة، ولكن هيدا الضعف أو هيدا الخلل هو أسبابه نفسية. بيكون أهميته لما هذا الموضوع لما انطرح علي من قبلكم إنه هو جدا مهم، لأنه أغلب الاضطرابات النفسية بتظهر وتشخص بعد 18. بنبحث عن أسبابها منلاقيها هي إنه أثناء الطفولة. فلما نحن بدنا نتعرف عن الأمراض أو الاضطرابات النفسية عند الأطفال، نحن بنكون هون عم نضوي على مشكلات نفسية يتم تحضيرها تظهر بشكل قوي كتير وبشكل صارخ كتير بعد المراهقة أو بعد عمر 18 سنة يتم تشخيصها. ولكن هذا لا يعني أنه لا تظهر هذا أثناء الطفولة. منشوف نحن أغلب الأمهات ما بيكونوا مقدرين أنه هي مشكلة نفسية، بيشكوا من مشاكل سلوكية. يعني بيكون شكوى الأهل مشاكل سلوكية عند الأطفال، بيكون منها شيء واضح صارخ يعني مثل التعرق الزايد، مثل العناد، مثل الصراخ، مثل نوبات الانفعال، نوبات الغضب اللي بتكون عند الأطفال. أحيانا التبول اللا إرادي بيكون واضح عندهم. عدم القدرة على الاندماج مع رفقاته، بناء علاقات صحيحة. عدم القدرة على احيانا التلعثم بالكلام له اسباب نفسيه طبعا. يعني بيكون في عنا نحن اعراض بتدل على مشكله نفسيه. فنحن لما بنتابع الاعراض، وللاسف ممكن للاهل عندهم درايه بهذا الموضوع او عندهم تقدير لخطوره هذا الموضوع، فبتلاقيهم بيتعودوا على اولادهم، بيتعودوا على مشاكلهم السلوكيه او بمرقوها وما بيعطوها هيدي الميه، ولكن هي مؤشرات كثير كبيره لاضطرابات نفسيه عند الاطفال. نعم، يعني عم تحكي عن موضوع جدا مهم. هلا عم نشوف فعلا بعض الاطفال عندهم تاخر بالنطق، عندهم مثلا يكونوا عدوانيين، ما عم ينسجموا، عندهم انطوائيه معينه، يعني بسبب اكثر من شيء. لكن خلينا نقول انه هذا السبب الكامن او الباطني هو سبب تماماً. نفسي، يعني لازم تعرفي شو صاير معه حتى ادى لهي المشكله. خلينا نعرف اليوم اسباب الاكثر شيء عم تشوفيها هلا حاليا عند الاطفال، شو سببها؟ يعني من العائله، من ما عم بيشوفوا من العائله، او سببها يعني رجع الاراده. تمام. هلا اذا نحن بدنا نحكي بالاسباب الامراض النفسيه عند الاطفال، في عندك ثلاث مسببات. الاول مسبب هو الاستعداد البيولوجي، الاستعداد الفيزيولوجي. فنحن اثناء اختيارنا لشريك حياتنا بنشوف قد ايه هذا اقرب الى السواء النفسي، لان ما عاد فينا نقول متوازن نفسيا او اقرب، يعني هذا الصفه اللي نسعى لها انه نكون اقرب الى السواء النفسي. الأمراض النفسية اللي بتكون أحياناً وراثية، في عنا استعداد لأنه تظهر من أول وجديد. في عندك كمان الاستعدادات التربوية، يعني نحن بالأسرة وهي إلى نسبة كتير عالية كتير كبيرة. طريقة التنشئة، طريقة التعامل مع أبنائنا، قدي نحن بنتفهم احتياجاتهم، قدي نحكي بمشاعرهم. النقطة اللي بدي أضوي عليها كتير اللي هي مهمة عند الأطفال، إنه الطفل هو لسه
ككتلة كشخصية بعده لسه أجهزته ما نضجت، يعني الجهاز الفكري ما نضج، العقلي كله بمرحلة النمو، الجهاز النفسي عنده ما بيقدر يتعامل مع مخاوفه، فالمخاوف عنده كتير كبيرة. تخيلي إنه ممكن نحن أطفالنا يتعرضوا لنوبة هلع أو خوف، ما بالضرورة إنه يكونوا مروا بالموقف، ممكن يكونوا سمعوا القصة، سمع صحيح، فخيالهم عمل سيناريو وقصة كتير كاملة عن هذا الحدث، فكأنه صار بقلب الحدث. هيدا الأهل ما بيقدروا يقدروا إنه ما صار شيء معه، بجوز قصة مخيفة مرقت عليه أو سمعها أو حديث سمعه، حديث تماما، أو خاصة الأطفال اللي ولدوا كمان بأيام الحرب نور، يمكن كان معهم هذا السبب الثالث اللي هو البيئة. فمنرجع إنه سبب بيولوجي، أسباب التربية اللي ما بتكون فيها تفهم، اللي ما فيها نمو صحيح للطفل، نمو النفسي، وبالنهاية البيئة، ممكن البيئة بتعمل ردات نفسية تلعب دور. وهذا اللي بيسألك على يعني حتى الدراسات الأخيرة، الأساس والمشكلة الأساسية هي البيئة، المحيط، التربية، هي نقطة كتير مهمة. لهيك هيدا الطفل أمانة للأسف تمام. كيف عم يتم التعامل معه؟ احيانا المحيط، يعني عندك احيانا الام بيحملوها المسؤوليه، والام مثلا بتقلك انه ما كثير بتعرف، دائما بتاخذ مثلا من الحمايه صح. او الام، والمشكله المحيط، هذا الاستاذ اللي بده يعلم الام تمام. كيف بدها تربي ابنها. احيانا انه ابنك مثلا والله عمره سنتين لهلا بيتحفظ، لا لازم تقسي عليه. المحيط قديه بيلعب دور، الثقافة، لنعطي بالخطوط العريضة لكل الأمهات الجداد، لأنه دائما هي بتكون في حالة حيرة من أمرها، حاسة بمسؤولية تجاه طفلها، وإنك تخلقي طفل ضمن هيدا الجو. يعني عندك ظروف اقتصادية صعبة، ظروف مادية صعبة، وأنت أساسا خلقتي خلال حرب، في مسؤولية كتير. كيف فيني أنا فعلا ربي ابني ببيئة صحية نفسي؟ بعض الخطوات للبداية شو فينا نعطيها؟ تمام. هلأ كلامك كتير مهم، وأنا بعقب عليك عليه، أنه الأم لها دور كتير كبير، ولكن مو على كاهلة كل شيء. فهي نقطة كمان كتير مهمة، على قد دورها الكبير، يعني حتى الأب كتير بيلعب دور أساسي وجوهري، ونحن معروف بثقتنا المغلوطة أنه هي المسؤولية بتقع على عاتق صحيح. الأم ابدا، دور الاب كثير جوهري وكثير اساسي للسواء النفسي، بتعامله مع الام، بتعاطيه مع الطفل، حتى لو هو مشغول باعباء الحياه، وجوده الوقت القصير، ولكن له كثير دور فعال على الطفل لحتى يتوازن، لحتى نحن البنيه النفسيه عند الطفل تنمى بشكل صحيح. كيف نحن فينا نجنب أبنائنا؟ أول نقطة اللي بدي أحكي فيها هي الأم كيف تهتم بحالها، الأم كيف هي تكون يعني أقرب إلى السواء، ونوعا ما ثقتها بنفسها، قدرانة تعبر عن حالها صح، قدرانة تدير بالها صح. أحد الثقافات المجتمعية اللي عنا إنه الأم هي شمعة العطاء، وهي اللي دائماً بتعطي بدون مقابل، بتحرق حالها، هي الشمعة يعني عم تحرق حالها. هذا المفهوم كتير مغلوط يا جماعة. الأم بتهتم بحالها لتقدر تعطي، لحتى هذا الولد يشوف منها نموذج صح، نموذج قوي. الأم هي مرآته لابنها صحيح، من خلالها بيشوف الحياة. إذا هي أم مكتئبة، إذا هي أم تعيسة، إذا هي أم عم تعاني من بعض الأفكار الوسواسية، من بعض القصص اللي بتهدها جوا، ونسينا نحن نعقب قديش القصص النفسية تنعكس جسدية. فأنا إذا كأم عندي بعض المشكلات ما قدرت أتعافى منها، فأنا بالضرورة حأنقلها لأبنائي. عندي إن كان في عندي تماما صحيح. إذا كان في عندي قلق، إذا كان في عندي وسواس، طب ما أنا ناضجة وراجدة، والمفروض إذا حسيت في عندي خلل وظيفي مثل ما حكينا، منشأه نفسي، المفروض أني عالج حالي كدرجة أولى من باب المسؤولية بأبنائي. بعد منا بقدر أنا أخذهم للسواء النفسي، وأقدر أبني لهم شخصيتهم بطريقة صحيحة. فأول شيء اهتمام الأم بنفسها. ثاني شيء بدي أعقب عليه هو كتير مهم، إنه يا جماعة التربية صارت علم، ما عادت شغلة عشوائية. ما هي إلنا ربينا 50 ولد، يا عيني عليك، وقفت أنا على ابنك يعني عجزنا تمام. الأولاد جينيا عم يتطوروا، ذكاؤهم عم يكون أكتر بكتير جدا، جداً.
مختلف. يعني عم يتفاعلوا بتعاملهم، فأنا كيف بدي مشي عليهم إشياء قديمة وطرق قديمة أسقطها عليهم هلأ؟ لا يصح يا جماعة. أنا بخبر الأمهات، هل يصح أنك أنت تلبسي زي من 50 سنة وتكوني هلأ فيه؟ ما بتقبليها. طب أنت كيف بدك تقبلي إشياء قديمة؟ وإنه أنا ما لي ضد بعض المبادئ والقيم، ولكن الطريقة يا جماعة، الطريقة تلعب دور كثير. تمام، مثل اللبس هو له هدف وله معنى وله قيمه، ولكن الطريقة تغيرت. فهذا هو إنه تطوير الأم وتجددها بتعاملها مع أبنائها، وكيف تقدر أصلا حتى الأم نفسها مع تكرار الأبناء ومع السنوات بدها تطور بطريقة تعاملها معهم. ما فيها تثبت على طريقة تعامل حتى لو كانت ناجحة. مزبوط. طيب خلينا نحكي، بما انك حكيتي عن مبادئ والتربية اللي هي الاساس، وانه الام مرآة دائما لاطفالها وقدوة، يمكن هلا كثير من الامهات وخاصة الحديثات يعني تحت مسمى التربية الحديثة ما عم يعرفوا كثير يتعاملوا مع اطفالهم، وهذا الشيء عم بسبب لهم بعض المشاكل النفسية، ومن انشغال الام، عدم مثلا اعطاء وقت لاطفالها، مشاركتهم هواياتهم، او حتى الروح التشاركية إذا كانت أم عاملة في ضغوطات حياة. خبرينا اليوم كمان عن هذا الشيء، قدي ممكن ينعكس سلبا على الأطفال، بعدين بنحكي بغير أطلع. هلأ بالنسبة للأمهات الصغار، في بعض الاستشارات كانت عم تخبرني أنه أنا علاقتي مع والدتي كتير سيئة، وأنا ما قدرت أخذ منها الشيء اللي أنا بدي إياه، أنا خايفة على أولادي. يعني هذا أحد الاستفسارات وأحد الاستشارات اللي كتير كانت بتوجع. كانت عم تشكي إنه هي ما عندها نموذج صح تتربى عليه لتنقله لأولادها، فبتلاقي إنه حتى سلوكيات اللي كانت رافضتها من أهلها عم ترجع تعيدها تلقائيا وباللا شعور مع أبنائها، فهون عم يسبب لها شعور بالفشل، وهو شعور كتير مؤلم للأم. يعني انك تكوني مثلا احيانا ما في نجاح وظيفي بتتمرق، ما في نجاح اكاديمي بتشوف لك بمجال ثاني، بس اكثر شيء مؤلم للام اذا كان بيعني لها الموضوع هي ان تكون فاشله كأم، فهذا كثير بيهزها من جوا. طيب ما انا كنت وقتها عم خبرها انه عادي ما يكون في لك مرجعيه اللي هي الماما، يعني مثلا افضل ما يكون لك مرجعيه. يمكن تماما بلشي مرجعيتك. مرجعيه، ما المرجعيه عزيزتي بتكون على حسب التخصص. ممكن يكون مرجعيتك حدا متخصص صحيح عم يعطيكي اشياء علميه قابله للتطبيق، نتائجها بتقدري تلمسيها بسرعة، فهي المرجعية اللي بتساعدك لحتى تمري وتكوني بسم. تمام. فهلأ التربية الحديثة كمان تم تشويها إنه التربية الحديثة قائمة على الاستجابة الغير مدروسة للطفل والدلال وإعطاءه احتياجاته بدون ضوابط. أبدا مو هيك أبدا. التربية الفعالة أو التربية الواعية هي اللي بتكون عم نقدر نعطي الطفل احتياجاته بما يلزم وبما يكون لصالحه، إنه شوف شخصيته عم تتطور. بالمقدمة اللي حضرتك حكيتيها كتير أهل المفهوم التربية عند بعض الأمهات وبعض الأسر إنه قدي كبير، صحته منيحة، أكله منيح، علاماته. العلامات بالنسبة لنا كتير خط أحمر، ولكن ما منقيس كيف بيحاورنا، كيف بيناقش، كيف بياخذ قرار، كيف بيرتب أولوياته. هيدي الأمور ما منضوي عليها. نحن هو بالنسبة لنا ريموت كنترول بيكون كتير منيح، حركه مثل ما بدنا، بعيدا عن أخذنا برأيه، بعيدا عن الأشياء اللي بتهمه، نحن منعرف أكثر منه. هي النقطة كمان كتير مفهوم مغلوط. ما منقيس قديش تطور ابني، ما في نقاش إله إذا رفض أو تماماً. شي ما في نقاش نقله شو الغلط وشو الصح يعني. تماما. ما بقيس أنا ابني شو الأشياء اللي كان يخاف منها وتجاوزها، كيف ساعدته إنه يتجاوزها، كيف عم يواجه مشاكله مع رفقاته، كيف عم يبني علاقات صحيحة، كيف عم يختار أصدقائه بشكل مريح أو خلينا نقول بشكل مرضي، عم يطور بهيدي الشخصية. فكل هيدي الأمور للأسف لا تعنى عند الأهل زيادة، ما بيتضوى عليها كثير. الجانب الأول اللي كنا عم نحكي عليه الجسدية والعلمية والأكاديمية هو رعاية،
قادرين مين ما كان يقوم فيه. أما تربية شخصية الطفل هي الأسرة، والأم والأب حصرا هن اللي قادرين يبنوا هيدي الشخصية الصحيحة. طبعا المفاهيم الأساسية بالتربية الفعالة الجديدة الحديثة لحتى يكون ابني بخير، أول شيء اعترف باستقلاليته عني. أول نقطة إنه هو شخص بجوز ما بيشبهني، ممكن يكون أفضل مني وممكن يكون أقل، بس أنا ما حأتخلى عنه بكل الأحوال. كثير أحياناً من الأهل بالنسبة له نظرتهم لابنهم بده يحقق الشيء اللي هن ما حققوا، بدهم اياه يكون احسن منهم، بدهم اياه. هي النقطه الفظيعه. دكتور هلا بقول لك، انا الدكتوره الصغيره يعني دائما في اختيار، يعني دائما بشوف بابني الشيء اللي ما حققته او بدي اياه يكون 1 2 3. قلتي نقطه يمكن اساسيه وهي فعلا صحيحه 100%، الطفل مراه الاهل. يعني كل شيء بيصدر من الطفل هو شايفه وعارفه عم يكرر، يعني انه اول 5 سنوات بنعرف هو الطفل سفنجة بيمتص من محيطه 90% من سلوكياته ان كانت الحركية والنفسية. انا كيف فيني باول 5 سنوات اعرف انه طفلي يعاني من مشكلة وما اعتبرها مشكلة عادية نفسية؟ كثير من الناس مثلا بتقول لك ابني كثير عنيد مثلا، انه عادي ابني ما بيحب كثير يشارك اطفال العابه، بيحطهم لحالهم ممنوع حدا. في كثير من الاشياء يمكن ما بينتبهوا للاهل، او يمكن ما بيحبوا يعترفوا انه ابنهم عنده مشكلة. اول 5 سنوات كيف فيني انا اعرف ابني فعلا بيعاني مشكلة نفسية ولا لا؟ هي احيانا الانكار عند الاهل لاي مشكله عند ابنائهم، بحيث انه هن منسجمين معها ونوعا ما بشكل ما مريحه لهم او مشي الامور. كيف انا بعرف انه ابني عنده ما تاخر عليه؟ ما أتأخر عليه، أداؤه الوظيفي صحيح، يعني في كل مرحلة عمرية في إلى سماتها. اهتمام الأهل، الأم هي وحامل تقرأ مراحل النمو عند الأطفال، قدي أنا ابني ضمن الرنج الطبيعي في تأخر شوي ولكن قدرانين نحن نقومه. فهيدا القراءة والاطلاع على مراحل النمو، لأنه لكل مرحلة عمرية إلى خصائص المفروض أنه الطفل يجيبها. مثلا على السنة المفروض ينطق بكلمة، كلمة واحدة مفردة، أنا هيك بتطمن إنه الطفل جهازه النطق جيد، بعض الأحرف مكسرة عادي. عالسنتين المفروض يحكي جملة من كلمتين. لما بيتأخر الولد فهذا مشكل ما له مريح أبدا. ممكن يتأخر بس أنا باخده لعند اختصاصي، أتأخر بسأله إنه هذا ابني ما حكى، عرفتي كيف؟ بيفحص كتير إشياء عنده، بيشوف إنه بجوز قلة اختلاط، قلة لقاءات اجتماعية مع العالم، فبيطمنه وبيقول له إنه الأمور بخير قادر إنه يتجاوزها. مثلا التفاعل الاجتماعي، أنا مو عادي إنه ابني يضل لزقان 3 4 سنين 5 سنين ما يبعد ولا شوي، هذا دليل إنه في خوف. نومه، استقلاليته بالنوم، هذا مؤشر مفروض الأم تكون كتير حريصة عليه. بلاقي الولد أنا 7 8 سنين بعده بينام مع أم، والله ما بقدر. ما بيقدر أبدا، مو هو اللي ما بيقدر، انت اللي مالك قدرانه تتخلي عنه، انت اللي مالك قدرانه تبعديه عنك، وهذا بيعيق نموه النفسي واستقلاليته تماما. تبادله مع الاخرين، تفاعله، مثلا هلا منهج مونتسوري منهج رائع جدا، ايدي الام ممكن وبسيط يا جماعه، ماله صعب، نحن كثير ضخمناه بالادوات ولكن ادواته ممكن تصنع بشويه اطلاع تماما بقلب البيت. بس قديه الام مهتمه، قديه الام عندها اولويتها ابنها، قديه هي قادره تحمله بعض المسؤوليه لما بتكون موظفه او عندها عمل خارجي، قديه هذا الشيء بتحس انه هو عم يبني فيه اشياء عم تشوفها اول باول. العمر السنتين نوعا ما الطفل اب تحت السنتين هو بيكون نموه النفسي انا مركز الكون، انا بصرخ كله بيحضر الي، انا مالي مسؤول عن شيء، انا مالي مطالب شيء، انتم مجبورين تجيبوا لي كل شيء. ما بيعرف انه شو عليه واجبات، هو بيعرف حقوقه وبصوت واحد قادر يكركب البيت كلياته، مظبوط ولا لا؟ هيدا الوضع طبيعي، ولكن بتفهم. وكل ما كانت الام قادره يعني حكيمه بتقدر تحسسه بالقوه والامان، اني انا عم اعطيك، انا عم لبي لك احتياجاتك واشبعها بهذا الوقت. بعد السنتين
سنتين، من السنتين للأربع سنين بيصير الطفل عنده احتياجات أخرى. صحيح. بده يندمج مع أقرانه، بده يشوف عالم غير عالم أمه، غير عالم أهله، بده يشوف إشياء جديدة. فأنا أعطيه هذا المجال وما أخنقه، ما ضيق عليه أكثر. من السنتين للأربع سنين بتلاقي نمط اللعب عند الطفل فرق. ببلش يلعب مع رفقاته ولكن هو حريص على اللعبة تبعه، ولكن التشاركية بالنسبة له مهمة، فبيدور على أقرانه ليشاركهم الألعاب. بالوقت اللي منقل كان اللعب إفرادي، بيلعب لحاله، أغراضه لحاله، ماما ما في حدا يقول له هي خالتي أو هي أختي أبدا، هي ماما هي إلي، ما في بابا يقول له هذا أخي أبدا، هذا أبا بابا إلي، فبيكون شايف الكون كله إله. بعد من السنتين للأربع سنين هي التشاركية، وهذا دليل نضج نفسي. من الأربع سنين للست سنين قديه مهم الأهل إنه يدربوا أبنائهم على علاقات أوسع. علاقة إني أنا أعطي بدون مقابل، هيدي ما لها سهلة عند الطفل. إنه هو مثلاً يوزع جزء من ألعابه، يعطي أكلة من أكلاته بدون أي مقابل، كيرضى فيها. هيدا النقطة، هيدا التدريب من الأهل كمان دليل سواء نفسي. فلحتى هيك لخص شوي، إنه أنا تحت الخمس سنين كيف أطمن إنه أنا ابني بخير؟ أول شيء مراحل النمو النفسي وإشاراتها تكون محققة، وإذا كان فيها بعض الخلل أو بعض النقص من الضبط المسرات، النظافة، فوتي على الحمام، كلياتها هيدي تكون قادر هو يقوم فيها. اهتمامه تصوري بلبسه، ممكن كتير الأهل يصنعوا شخصية اعتمادية، وهي الأم حابة تقدم خدمات كتير كبيرة وتطفق على ابنها العناية والرعاية، وهي هيك بتكون عم تعيقه. الحماية الزايدة للطفل كمان بتشكل إعاقة لحتى هو يبني آليات دفاعية نفسية من جوا. يهتم بتيابه، يهتم بنظافته، بترتيبه، أدائه لواجباته، بغض النظر عن الواجبات بالروضة السيفة اللي ما فيها شيء من الشيء المناسب للمراحل العمرية، لأنه بكتير بيرقون بتحت الخمس سنين بواجبات كتير تقيلة عليه. قديه هو أثناء اللعب، اللعب يا جماعة عند الطفل كتير بيظهر لك إذا في مشكلة أو لا، بيقبل الخسارة، بيقدر يحاول مرة تانية، هيدي مؤشرات كلها مريحة، بيتشارك مع غيره. طيب مين بيتشارك معه ومين لا؟ كيف بيدافع عن حاله؟ بيثبت وجوده ولا دايما بيلجأ لك؟ كل هاي مؤشرات المفروض الأم تفوكس عليها وتركز عليها لحتى تحس انه نمو ابنها النفسي بخير. ما تخافي لما يطلع لك مؤشر ماله صح، ولكن تابعي شوفي عم يتطور، فالامور يتطور ايجابيا قصدي. نعم. تمام، يعني كثير من المعلومات المهمه اعطيتينا اياها، وان شاء الله هيك اكيد انا متاكده ان الام يعني واعيه وعندها هي الغريزه الامومه تجاه اطفالها، يمكن تختلف الاساليب. صح. احيانا، لكن بالنهايه الخوف هو واحد، واكيد بهمهم التربيه الصحيحه ويطلعوا اولادهم بالمستقبل شيء كثير. فيني احكي كلمه صغيره؟ لانه عندنا موجز. ايه، في شفت إساءة للأبناء بس أنا ما شفت أم مسيئة. أكيد. فهي الطريقة، هي تجهل الطريقة الصح، فالطريقة متاحة يا جماعة. نعم. بس نبحث عنها منلاقيها. أكيد. شكرا كثير لك. يعطيكم ألف عافية. نتشكرك أكيد، والأطفال أمانة في أعناق أهاليهم، يجب الحفاظ عليها. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. أما هلأ زينب، من عالم طفولة بننتقل لعالم